واضح ان البيت مشدود، بدليل ان البنوتة اللي عندها 8 سنين بقت مشتتة في الانتباه، بقت في نفس الوقت حركية. لا، ما هو يا علياء او يا مدام علياء، مش معنى ان انا مضغوطة من جوزي افرغ في بنوتي، اطلع عليها البلا، افرغ فيها طاقة السلبية. انت مكملة في الحياة الزوجية عشان الاولاد يطلعوا اسوياء او يطلعوا كويسين، وبالتالي حل المشكلة نمرة واحد هو حل ما بينك وما بين جوزك. لازم نشوف هو بيضرب ليه، ده قاسي ليه كده، عنيف ليه كده، بيتصرف التصرفات دي ليه، هل انك بترتكبي اخطاء كبيرة او صغيرة من وجهة نظره، هل بترتكبي بعض الاخطاء والتجاوزات، ما نعرفش، لكن لازم يبقى في حد كبير بينكم، حد كبير عاقل كده يقول والله ما تمدش ايدك وما تهزقش وما تبستفش وهي مش هتعمل كذا وكذا 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 وكذا، لانكم لسه في بداية حياتكم، 9 سنين ده لسه ظهرات، لسه بدري. البنوتة المشتتة اللي مش مركزة دايما تعلميها تفك وتركب، دايما تعلميها تكون معاكي في المطبخ، دايما تعلميها الخرز وازاي تدخله عشان تزود انتباهها. ولو الامور لم تستقر يبقى الطب النفسي هنا يتدخل في كتير من العلاجات لعملية الانتباه والتركيز والتحصيل الدراسي والقدرة الأكاديمية وزيادتها.